واحد 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 نحن اليوم بالغوطة الشرقية مدينة عربين طلعنا مظاهرة تجمع من جميع اجوا لعنا الاهالي من جميع الغوطة الشرقية لنطالب ونكون مصرين على مطالبنا اللي خرجنا من جانا من 3 ايام او 4 ايام ب 18 الشهر والمطالب هي ازالة الحواجز من كافة البلدات بالغوطة الشرقية إشعال الجبهات النائمة وتزويد الجبهات المشتعلة بالسلاح النوعي، إعادة الحقوق إلى أصحابها لمن كانت ومهما كانت، تشكيل غرفة عمليات بالسرعة القصوى. نحن مجلس الأعشاء والقبائل الثوري السوري، جئنا لنشارك أخواننا من أهالي الغوطة بتوحيد الصفوف و مطالبة الفصائل العسكرية أن يعملوا غرفة عمليات مشتركة وإزالة الحواجز ورد الحقوق إلى أهاليها مهما كانت ومهما كان.